كيفاش الصحافه الجزائريه سيدي الكريم تكلمت مؤخرا وقالت السيد مسكين طاحت به والبنوك يتجري وراه وما قدرش يسلك لي كريدي تاع المطحنه تاعو؟ اخي عبد الغني شوف، نرجع الى اخر ما قام به العربي بالخير وهي قضيه خليفه. تعرف انه قضيه خليفه عبر يعني حسب المختصين كلفت الجزائر اكثر من 4.5 مليار دولار. نعم، هذه خساره الجزائر. تم اخراج 4.5 مليار دولار على اقل تقدير من الجزائر، وكان العربي بالخير من بين المسؤولين عن هذا يعني الاهدار للاموال الجزائر. يعني كل ما قيل بالنسبه يعني اللي ما عندوش فلوس وما عندوش اموال وكذا، هذا يعني يعتبر هراء صراحه. يعني كل ما عنده يعني شراء يعني في باريس، شراء في سويسرا، شراء يعني ما كانش مكان ما شراش فيه، فهذا يعني يعتبر كلام فارغ. الان حتى يعني يتم، اذا كان فيه الان الذي يجب فعله، اذا كانت اداره الأمن والمخابرات تريد حقيقة أن تعمل عمل وأن تستدرك ما يمكن استدراكه، هو الآن يجب تكوين لجنة مخصصة في استرجاع أموال الجزائر. بمعنى أنه المحاسبة فقط لا تكفي، لأنه لو نحاسب الشخص والدنيا أكل ملايين من الدولارات والشعب الجزائري يميت بالجوع وغلاء المعيشة، هذا لا يمكن أن يفيد الشعب الجزائري في شيء، لأنه حلا تحطه في السجن بعد سنتين يخرج. لا، يجب استرجاع أموال الجزائر، يجب استرجاع أموال الجزائر مهما كلف ذلك. وهذا لا يمكن أن يتم إلا بمحاصرة كل ما لديهم. ومعروف، نقول لك معروف أن بعض الأشخاص تحصلوا يعني على أموال طائلة جدا، والأشخاص هذو معروفين. يعني هل صحيح سيدي الكريم أن سيد العربي بالخير كان قريبا جدا من حرم الرئيس السابق شادي بن جديد؟ صحيح أنه العربي بالخير كان يعني في الحقيقة كان يأثر على الشادلي بحليمة بن جديد، هذا صحيح جدا. أعرف ذلك لأنه كان يعني الحارس الخاص للشادلي، كان صديق حميم رحمه الله. فيعني كان يعني يقول لي أمور عجيبة صراحة، يعني ما الشيء اللي كان لا يمكن أنه يعني بالنسبة يعني مباشرة للشادلي كان يتم عبر حليمة بن جديد، وهذا كان معروف يعني جدا. وصل الأمر يعني بالعربي بالخير حتى يورط الشادلي، أنه يورط وليد وتوفيق يعني في 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 يعني في مأزق معروف جدا، اللي هو يعني لافير يعني محوش اللي معروفة في الجزائر. في ذلك الوقت، فهذه كانت يعني من أبواب دهاء هذا الرجل. يعني شوف، قلت لك أنه والله لو يخرج ما فعل هذا الرجل للعالم، يعني للشارع الجزائري، يعني ردة الفعل الجزائري ستكون أفضع من 5 أكتوبر. يكفيه هذا الشخص أنه هو اللي سبب 5 أكتوبر. 5 أكتوبر لم يكن شيء عفوي، 5 أكتوبر قام به العربي بالخير، وهذا القليل اللي يعرفه. سيدي الكريم، أدعوك لمشاهدة هذا الروبوتاج قليلا ثم أطرح عليك سؤال من فضلك. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. أوافيكم سادتي سيادتي بالنتائج الجزئية التي وصلتنا Profitant de l'abstention massive, le fils sort grand vainqueur du premier tour. Le pouvoir est à portée de menace. سيد العربي بالخير ويعطي الإحصائيات على الانتخاب. ما كان دور العربي بالخير في انقلاب 12 يناير 92؟ وهو الذي أعلن عن نتائج الدور الأول للانتخابات بصفته وزيرا للداخلية آنذاك. ما كان دور عفوا؟ لا، كان دور العربي بالخير في الانقلاب بتاع 12 جانفي 92. قلت لك سابقا أن العربي بالخير هو من فكر وهو من خطط للانقلاب، لأنه تم الانقلاب بتفكير من قبل الجنرال فيليب هوندو، اللي يعني معروف في الساحة الفرنسية كرجل الاستخبارات المختص بالشؤون الجزائرية. فيعني لما تم يعني
يعني قرروا أنهم يقوموا بالانقلاب كان يعني كان فيليب روندو من أول يعني من أول أوقات هناك يعني. فكل السلسلة يعني تمت بتخطيط من الطرفين وكان معهم خالد نزار كذلك في ذلك الوقت. يعني والله صراحة صحيح أن الرجل يعني قد أفضى إلى ربه هنا وإحنا يعني لا يهمنا يعني ما صراحة أنه أن فعل أو ما فعلش لأنه الشيء اللي فعله في الحقيقة شيء يعني عظيم يعني عظيم لا يمكن أن يغتفر ولا يمكن أن ينسى. ليش؟ لأنه تم به تدمير شعب. الإنسان ممكن في حياته أنه يأخذ خيارات وبعض الخيارات الإنسان يعني يخلصها طول حياته، فما بالك أن الإنسان يعني يأخذ خيارات عن الآخرين يعني يبخون دي سيجون بول لزوتر يأخذ خيارات بالنسبة للآخرين ويفرض عليهم عيش يعني راكد، عيش في 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 ظلمات، عيش في ظلم، عيش في دم، عيش في خوف، في فزع لسنوات عديدة جدا. والشخص يعني سبحان الله عايش كالسلطان، الشخص عايش كالسلطان يعني لا يمت للجزائر أو الجزائريين بشيء. فلهذا يعني قلت لكم من الأول أنه يعني أنه أصيح بكل ما لدي من قوة، بكل ما لدي من يعني من وطنية، لأني تربيت في مدرسة أشبال الثورة، تربيت يعني الحمد لله أنا ابن مجاهد وابن شهيدين وفي عائلة فيها 22 شهيد. فأقول لك أن العرب بالخير يعتبر يعني سب لكل ما هو جزائري، يكفيه يكفيه شرفا أن دفن في أرض شبعت دماء الأبطال، دماء العرب بالخير، دماء العرب بالهندي، دماء يعني المئات يعني المئات من الأبطال، فيكفيه شرفا أن دفن في هذا الأرض. لما تقارن أنت بموت العربي بالخير والطريقة التي دفن بها وتقارن بالطريقة التي دفن بها محمد السعيد، لمن يتذكر محمد السعيد رحمه الله كولونال يعني كولونال جيش التحرير الوطني، بطل من الأبطال، ضابط يعني من أول الطراز، دفن في صمت، دفن في سكون، دفن الناس من نوع تحضر لجنازته. سيدي من فضلك أشكرك على رحابة صدرك، نأخذ مكالمة ثم أعود إليك. شكرا. ألو ألو، السلام عليكم الأخ الفاضل يا أخويا. شكرا معي يا أخويا سيد هارون. شكرا. أنا حبيت ندير مداخلة على الموضوع هذا تاع الوفاة تاع السيد. تفضل أخويا. لكن قبل المداخلة أتمنيت أن السيد هارون على حسب السيرة سيرة حياة هذا السيد بالخير، هذا ما نعرفوش على كل حال. نعم يعني سيرة على الحياة تاعو على حسب ما يقول سيد هارون أنه مجرم وكذا، ويقول تنقل إلى رحمة الله، يعني على حسب السيرة تاعو تنتقل إلى غضب الله وربي سبحانه وعلى كل حال. لا لا ربي ولدي سيدي خويا، هذاك ممكن على بالي يا ربي يعني على حسب السيرة تاع سيد الكرهنة. لا شوف الحقيقة شوف المداخلة تاعي على كل حال في موضوع تاع هذا الجنرال بالخير وقاعد. نعم. على كل حال احنا الاخبار تاعنا واش تجيبوا الصحافة. نعم. والصحافة الزين عرفوا المصادر تاعها. نعم. ما عندناش صحافة يعني يعني مهنية واللي تقوم بالتحريات تاعها. نعم. والعمل تاع الصحفي، عندنا صحافة تاخذ معلومات من غرف سوداء و وهاد النهارات رانا نشاهدوا على كل حال هاد كل هاد البلبلة والغوغاء على ملفة الفساد ونظرك. نعم. وكأنه هاد الشيء جديد. نعم. وهذا كله أنا يعني في قراءتي على كل حال، أنا كمتتبع الأخبار تاع بلادي، أنا مقيم هنا في فرنسا، يعني هي 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 وراءها خلفيات وراءها أهداف. نعم. لانه ذكرت هذا الجنرال باللوصيف اللي مات من قبل الجنرال بالخير، كانت عنده في وقت اللي كانوا وين كانوا حبوا يطيحوا بالنظام هذا تاع شادلي كانوا ضربوا باللوصيف، وباللوصيف عنده ثانيك فساد ومشاكل ومن حتى طاح، وكما نقولوا اموره بتشين وهذه هي، لكن امور الفساد دائما الجزائر هو بلد فاسد. نعم. لأنه النظام فاسد، وكما قال الأخ هذا هارون إنشاء جمعية
لمتابعة الفساد. أي جمعية شكون يدير هذه المنظمة ولا هذه الهيئة هذه اللي تتابع المفسدين؟ يديرها النظام تاع الجزائر، يديرها بوتفليقة، يديرها الجنرال توفيق؟ هذا شغل شيء غير معقول. باش نبداو يعني باش أنا في رأيي باش ما كان لي جمعية تاع محاربة الفساد، كان جمعية اللي ذهب هذا النظام وكيجي النظام يمثل الشعب الجزائري هذاك الوقت الجمعية من وحدها تتكون.